وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حديث الأربعاء. النهاردة حلقة معادنا بيتجدد مرة تانية مع مقالات صديقي المعارف، وعنوان المقال النهاردة بعنوان الإبيجيناتكس. أنا مش شايف حد معايا في الشات، لكن هنرحب بأي حد ممكن يسمعنا في الحلقة فيما بعد. خلينا نحط الترحيب ونخلينا نكتب على مقالات العارف. ثانية واحدة. طيب خلينا نقول اهي، معلش اتأخرت عليكم شوية النهاردة برضو، معلش أنا آسف، بس هو بس المشكلة تبقى فيه إن أنا بس بحاول إن أنا أخرج في الميعاد، لكن للأسف الشديد الأمور متظبطش كالعادة، بس على الأقل برضو بنحاول إن احنا نطلع. أوكي، النهاردة عنوان المقال اللي هو الإيبيجيناتكس
واعتقد ان المقال ده هو اهلا عارفه بالجلده، واهلا اسعد الله مساءكم، واهلا الاستاذ، اهلا ميخائيل بيه عطيه منور الدنيا كلها، وسوسو منور الدنيا كلها. طيب طبعا انتوا عارفين انه احنا يعني بكل اربع بنحاول ان احنا نتكلم عن احد المقالات العلميه او الدينيه الخاصه بصديقي العارف النهارده الابيجيناتكس. واعتقد ان الابيجيناتكس هي المقدمه اللي بتخلي الناس دايما لما تيجي تتكلم ان هو بالبلدي كده ليس العربين او عجمين مش عارف ايه الا بالتقوى، يعني كلنا اولاد، او زي ما بيقولوا كده بالبلدي كلنا اولاد تسعه، كلنا اولاد يعني مجموعه من الجينات ومجموعه من الظروف، فمفيش حد فينا ليه فضل او ليه يعني ميزه على التاني خالص يعني. وفكره برضو ان العرق النقي ده اصلا مش موجود، لا في عرق نقي من اي جنس تاني ولا في عرق نقي من اي ظروف. فاعتقد ده برضو اللي كان بيخلي بعض الناس اللي بتتكلم عن انه يعني هل ان احنا ممكن نحاسب الانسان على اللي هو بيعمله ولا لا، هل لا في كل لا مش كلنا ولاد بابا ادم وحواء خالص، بس هل احنا ممكن نحاسب الانسان برضه على اللي هو بيعمله ولا لا، لانه فعلا ممكن ما يكونش ليه ذنب في اختياراته في الاخر. طبعا دي كان بعض التعقيبات اللي كان بيقولها واحد زي اعتقد زي سام هارس. طيب خلينا نروح على طول للمقال عشان بس ما نضيعش وقتكم. ثانية واحدة معاكم اهو. بيقول الابيجيناتكس هكذا تكلم روبرت زابولوسكي استاذ البيولوجيا السلوكيه في جامعه ستانفورد، وصديق العارف بيقول ان ده ترجمه لكلمته على منصه ريد توك او توك تيد توك 3 في مايو 2017. بيقول المقال تلما راودتني فكره خياليه، لقد تغلبت على حراسة الأقوياء واقتحمت مقره السري وفي يدي مدفع الرشاش، يحاول أن أسحب مسدسه من نوع اللوجر لكني أسقطه من يده بضربة من قدمي، يحاول أن يلتقط حبة السانيد التي أحتفظ بها دائما في جيبه لكني أسقطها أيضا، فيحاول أن يهاجمني بيده فأصارعه وأتغلب عليه وأتمكن من إسقاطه وأضع الأغلال في يده. أدولف هتلر أقول أنت مقوم باتهامك بارتكاب جرائم حرب. أدولف هتلر يعني ده الراجل هنا بيتخيل ان هو دخل في مقر أدولف هتلر وقدر ان هو يتغلب على الحراس ويتغلب على أدولف هتلر وان هو يقبض عليه ويحط الاغلال في ايده ويحط الحديد في ايده كده زي ما بنقول، وبيقبض عليه بتهمة ان هو مجرم حرب. لكن روبرت زبوليسكي بيقول لكن ينتهي فجأة جزء لطيف من الخيال ويبدأ جزء اخر اكثر سوادا. ماذا سأفعل أنا إذا وجدت هتلر بين يدي؟ ليس الأمر بصعب التخيل إذا أطلقت لنفسي العنان. سأبدأ بكسر عموده الفقري عند الرقبة ليصاب بالشلل الكلي، ثم أقوم بخزق عينيه وسقب أذنيه وقطع لسانه وأتركه حي بواسطة أنبوب للتنفس دون قدرة على الحركة أو الرؤية أو السمع أو الكلام، فقط الإحساس. ثم أسحقه بمادة ما مسرطنة، سأحقنه بمادة ما مسرطنة تأكل خلاياه واحدة تلك الأخرى في بطء وعذاب حتى تبدو كل لحظة وكأنها لابدية. هذا ما قد أفعله بهتلر. لطالما تخيلت نفسي أفعل ذلك عندما كنت طفل، وعندما أتخيل ذلك تزيد ضربات قلبي. كل تلك الخطط الشريرة من أجل أكثر الأرواح شرا في التاريخ البشري. لكن هناك مشكلة، فأنا في الحقيقة لا أؤمن بوجود الروح ولا بوجود الشر. لكن رغم ذلك فهناك أشخاص أحب أن أراهم يقتلون، لكني معارض لعقوبة الإعدام. كذلك فأنا أحب الأفلام العنيفة، لكني معارض لتداول السلاح الناري بين المدنيين. مع ذلك أصبر استمتاعي باللعب بمسدسات الليزر وأطلقها نحو أشخاص آخرون، نحو أشخاص آخرين. أنا مثال نموذجي للإنسان المتناقض عندما يرتبط الأمر بالعنف. إن البشر لديهم موقف واضح من العنف، ونحن نعتبره عملا غير أخلاقي، مما لا يقبل الشك.
رغم ذلك استخدمنا دش الاستحمام لتوصيل الغاز السام إلى المدينة العزل. استخدمنا الرسائل الورقية المرغمة بالإنثراكس. استخدمنا الإطارات المدنية كصواريخ مدمرة. استخدمنا الاغتصاب الجماعي كخطة حربية. إننا كائنات عدوانية جدا. نعم، فنحن لا نكره العنف، نحن نكره أنواع معينة من العنف. إذا مارسنا النوع الصحيح من العنف فإننا نرفقه بتسليم الميداليات وإقامة الاحتفالات ونمجد مرتكبيه عندما يكون النوع الصحيح من العنف نحبه. لكننا أيضا كائنات عاطفية وحساسة، لكن كيف؟ كيف نكون بهذا التناقض؟ عدوانيين ولكن عاطفيين وحساسيين، قتلة لكن متضامنون مع الضعيف. حسنا، إن تفسير هذا التناقض بيولوجيا هو أمر سهل وممل، لكن التحدي هو التفسير البيولوجي للدوافع النفسية التي تؤدي إلى هذه الصفات السلوكية المتناقضة. لا، مش بنفس نظرية أمر البيت خالص، لا هي المقدمة، أعتقد إن هي مقدمة رائعة جدا، يعني الراجل بيتكلم على المشاعر المتناقضة لدى الإنسان، وإزاي إن في مجموعة من السلوكيات اللي احنا بنكون متفقين معاها في بعض الأحيان وفي نفس الوقت احنا رافضينها. فأنت تلاقي نفسك ميال فعلا إن أنت تشوف مثلا رياضة عنيفة زي الملاكمة، لكن أنت بترفض العنف ضد الآخرين. بتحب المصارعة لكن بتشعر بالاشمئزاز منهم في بعض الأحيان لو أنت شفت ده على الواقع الحقيقي، وهكذا. ففعلا احنا كائنات متناقضة. هو عايز يقول التناقض ده ترى جميل مش اكتر يعني. فهنروح كده نشوف التفسير بتاع روبرت زبولاسكي للموضوع ده اللي هو هذا التناقض. بيقول اننا نعلم اننا نصل لشيء اذا حاولنا تفسير السلوك الانساني عبر افتراض سبب ما مثل منطقة مخية او هرمون ما او حتى جين او خيرات او خبرات طفولية معينة. ولو حتى رسمنا خريطة تطورية معقدة يمكنها تفسير كل شيء. عدلا عن ذلك فإننا اكتشفنا أن كل مستوى معين من السلوك الإنساني يسببه مستويات متعددة من المسببات. نقول مثلا أنت تمسك بمسدس وهناك أزمة ما. أزمة ما تحصل على مقربة منك. عنف وأشخاص يهربون ويتعصرون. وفجأة تجد شخص ما يحاول شخص ما يجري نحوك بشكل مخيف. لا يمكن أن تحدد إذا كان وجهه يحمل علامات الخوف أم الغضب، وفي يده شيء يشبه مسدس أيضا، لكنك لست واثق من هذا الشيء ولا نوايا حامله، فتضغط الزناد ثم تتبين أن ذلك الشيء الذي كفينا في يد مهاجمك كان مجرد تليفون محمول. نحن نتساءل عن السبب البيولوجي الذي أدى إلى هذا التصرف. ما الذي كان يحدث في عقلك قبل ثانية واحدة من ضغطك للزناد؟ عايزين بس نركز في الحتة دي عشان الحتة دي هتمشي معانا كتير قوي. يعني المشهد ده خليك كده متخيله انه في مشاكل مثلا بتحصل في حتة في الشارع مثلا وقريب منك، و وانت مش قادر تعمل، يعني مش قادر تحدد ان في حد بيجري قدامك او بيجري يعني ناحيتك، والحد ده مش مفهوم إذا كان بيحمل نوايا طيبة أو نوايا شريرة تجاهك. فأنت خايف وفي خوف شديد بيعتريك، فبتبتدي إن أنت تاخد مسدسك وتضربه ناحية الإنسان اللي بيحاول يهاجمه. فلما بتعمل كده بعد كده بتكتشف إن اللي هو كان شايله ده مجرد تليفون موبايل مش مسدس. طب يا ترى ايه اللي كان بيحصل في عقلك قبل ثانيه واحده من ما انت تضغط على الزناد؟ بقول لك هذا السؤال يقودنا الى جزء من المخ يسمى بالامي جديلة، وهو مصدر العنف، مصدر او مصدر العنف او مصدر الخوف، هو الجزء المسؤول عن قرارك باطلاق النار. لكن لنفهم ما حدث في هذا الجزء علينا ان نرجع في الزمن اقصر قليلا. الذي كان يحدث في البيئه قبل ذلك بثواني فأثر على الإميجديلا. بالتأكيد الأصوات وما تراه والشغب لعب دور كبير، ولكن في الحقيقة فإنه سيسهل عليك أن تخطئ ذلك الهاتف لتظنه مسدسا إذا كان الشخص الذي يحمله ذكر وكان أيضا من عرق مخالف لك، وأيضا إذا كنت تتألم أو جائع أو مرهق. فلا نعمل الجزء الأمامي من عقلك اللي هو الفرونتال كورتكس بشكل جيد، وهو الجزء المسؤول عن التفكير أو المنطق
في المخ، وهو الجزء الذي كان عليه أن يخاطب الأم جديلة ويخبرها هل أنت متأكد فعلا من أن ما في يده مسدس؟ يبقى تاني الحتة دي، في جزء من المخ هو المسؤول عن فكرة الخوف، واللي بيؤدي بعد كده إن أنت تتخذ سلوك عنيف تجاه أي حد قدامك. الجزء ده من المخ ممكن يكون حصل له تشويش نتيجة وجود اضطرابات حواليك وفي شغب حواليك، وبالتالي الجزء الخاص بالتفكير المنطقي اللي هو الفرونتال كورتكس ما قدرش ان هو يخاطب الجزء الخاص بالعنف اللي هو الاميجديلا ويقول له خلي بالك انت مين اللي قال لك ان اللي جاي ده معاه مسدس ولا لا. ولكن برضو مش هنقف هنا، يقول لكن علينا ان نرجع بالزمن اكثر من ذلك، علينا ننظر الى الساعات او ايام قبل هذه الحادثة وندخل عالم الهرمونات، مثلا التستيرون وهو هرمون الذكورة، بغض النظر عن جنسك فإن إذا كان لديك معدلات مرتفعة من هرمون التستيرون فإنه على الأرجح ستخطئ في ترجمة تعبير الوجه مهاجمك، فتظن أن تعبيرات وجهه المحايدة هي تعبيرات عدائية، كما أنه سينتج عن ارتفاع هذا الهرمون ارتفاع هرمونات القلق والتوتر، مما سيجعل الأميجديلا الخاصة بك نشطة أكثر، بينما الفرونتال كورتكس الخاصة بك أكثر بلادة. يبقى لو انت عندك هرمونات تستيرون عالية شوية سواء راجل او ست بصرف النظر الاثنين عندهم، اعتقد الاثنين عندهم يعني هرمون التستيرون بنسب مختلفة، لو في ارتفاع فيه هرمون التستيرون ف بس اشوف كده من حاجة موجود، بس لو في اعلان جورج باسحاق مساء الفل بجنس مساء الفل اخباركم ايه يا ولاد منورين الدنيا كلها. فلو انت عندك هرمون التسترون كان عالي شويه فممكن يكون القلق والتوتر هيخلي الاميجديلا انشط اكثر من الفرونتال كورتكس الخاصه بك. لو رجعنا بالماضي اكتر أسابيع أو شهور فإحنا نواجه برضو خصائص المرنة العقل، حيث يمكن للمخ أن يتغير حسب الظروف والأحداث، فلو كان مضيق القريب مليء بالضغوط والمشاكل فإن الجديدة الخاصة بك ستكون أكثر توسعا ونشاطا وأسهل في الاستثارة، وكلها معامل ستؤدي بك في النهاية إلى الخطأ القاتل الذي ارتكبته وأدى لموت هذا الشخص البريء. يبقى رجعنا بالزمن ثانية واحدة بس قبل ما تضغط على الزناد وتقتل شخص أنت كان في اعتقادك ان الشخص ده جاي يقتلك، وما قدرتش تقرا ملامح وشه كويس، وما قدرتش تقرا اللي في ايديه ده موبايل ولا مسدس. فالثانيه اللي قبل ضغط الزناد كان فيها الجزء المسؤول عن العنف والخوف في المخ اشتغل بشكل غير جيد نتيجه ان الفرونتال كورتكس ما قدرش ان هو اللي هو الجزء الخاص بالتفكير المنطقي يخاطبه ويقول له هل انت متاكد ان اللي جاي ده مهاجم ولا شخص خايف جاي بيجري اتجاهك ومعهوش غير موبايل مش تليفون. لو رجعنا شوية هنلاقي انه اذا كان الهرمون التسترون اللي موجود في جسمك بيتفرز بشكل اكبر فده هيؤدي الى انه يكون عندك نوع من انواع العصبية، وده هيخليك برضو ما تقدرش تقرأ تعبيرات وش اللي جاي اتجاهك ولا اللي في ايده ده بشكل منطقي. لو رجعنا اسابيع او شهور فممكن نلاقي ان الظروف والاحداث اللي كانت في هذه الاسابيع والشهور هي فيها ضغوط ولا فيها مشاكل او حاجة زي كده، ده برضو ممكن يخليك تخلي الجزء الخاص بالعنف والخوف في مخك هيكون اسهل في الاستثارة، وبالتالي ده ممكن يؤدي بك في الآخر إن أنت ترتكب خطأ قاتل زي إن أنت تقتل إنسان بريء. طيب بيقول لو رجعنا أكتر فقول مثلا لو سنين وصلنا لفترة المراهقة الخاصة بك لما كان الفرونتال كورتكس الخاص بك ما زال في مرحلة النمو فهو لا ينتهي من النمو حتى تصل إلى عمر 25، قلنا الفرونتال كورتكس ده اللي هو مسؤول عن التفكير المنطقي في جزء في مخ الإنسان، وقول فإن تلك الفترة بما فيها من أحداث وخبرات تؤثر بل
تنحت بشكل عملي في الجزء من مخك الذي سيكون مسؤول عن كل الوظائف المنطقية التي ستتخذها في حياتك. لكن لو رجعنا إلى الخلف أكثر، إلى فترة طفولتك الأولى، هيتم إنشاء وتشكيل كافة أجزاء مخك، لأن التجارب التي تعيشها في هذه الفترة هي المسؤولة عن ما نسميه الإبيجيناتيك تشينجز، أو التغيرات فوق الجينات، حيث يتم تفعيل بعض الجينات وتثبيط البعض الآخر. يبقى إحنا لو رجعنا ورا حتى في فترة المراهقة، فهنلاقي إن الأحداث والخبرات اللي بتمر بيك في فترة المراهقة هتؤدي إلى نحت الجزء الخاص من مخك اللي هو الفرونتال كورتكس بشكل معين. لو رجعنا أكتر من كده هنلاقي إنه الإبيجيناتكس تشينجز هتكون مفعلة نتيجة، أو في بعضها، في بعض الجينات هتكون مفعلة والبعض الآخر هيكون غير مفعل نتيجة ظروف أنت بتمر بيها في الطفولة. لو رجعنا أكتر عندما كنت جنين في بطن أمك، فإن لو تعرضت لهرمون القلق المحمول في دمها، فإن الأميجديلا أو الجزء الخاص بالعنف والخوف عندك هيتشكل ليصبح جهاز حساس وسهل استثارته لدرجة كبيرة، مما جعلك تنمو لتصبح شخص عصبي وضعيف القدرة في التعامل الاجتماعي مع من حولك. لكن لو رجعت أكتر وأكتر عندما كنت مجموعة من الجينات في قصة أبيك أو مبايض أمك، طبعا الجينات في حد ذاتها لا تقرر أي شيء، لأن الجينات تتفاعل بشكل مختلف حيث البيئة، حسب البيئة التي تتعرض لها. مثلا هناك جين معين اسمه ماو ألفا، إذا كان لديك أحد تنوعات هذا الجين فعلى الأرجح ستكون احتمالات ارتكابك لأعمال العنف الاجتماعي راجحة جدا، لكن في حالة واحدة فقط، وهي أنك إذا تعرضت للاعتداء وأنت طفل. يعني تركيبك الجيني بيتفاعل مع بيئتك وخبراتك وما حدث لك في الثانية السابقة مباشرة لضغطك للزنات، هو نتيجة كل تلك العوامل التي تم ذكرها، كل تلك الأحداث في حياتك وتركيبك الجيني وبيئتك وخبراتك وطعامك وكل شيء عشته أو تعرضت له منذ بداية تكوينك وقبل أن تصبح جنين وحتى هذه اللحظة هو المسؤول عن هذا الفعل بشكل أو بآخر. لكن دعنا برضو نرجع إلى الماضي أكثر وأكثر، حيث كان ماذا كان أجدادنا يفعلون. تخيل مثلا إن أجدادك كانوا رعاة رحل في الصحراء، الاحتمالات أنهم كانوا سيطورون ما نسميه بثقافة الشرف، حيث كان أفراد المجتمع سيصنفون إلى طبقات، منها المحاربون وتنتشر أعمال الثأر والحروب القبلية والصراعات الأهلية نتيجة لبيئتهم التي ستجعل الأميجديلا الخاصة بهم شديدة الحساسية. لكن الغريب أن ثقافتهم هذه سيتم توريثها لقرون حتى بعد أن تتعدل ظروفهم البيئية التي تسببت في تشكيل مخهم بهذه الكيفية. لكن دعنا نرجع إلى الخلف أكثر وأكثر، لدرجة أننا نرجع ملايين السنين. إن إذا كنا نتحدث عن الجينات، فعلينا أن نأخذ في الاعتبار تطور الجينات وما سنراه هو نمط سلوكي في الحيوانات، حيث تتطور بعضها ليصبح أليف وهادئ، أما أنواع أخرى أصبحت عدوانية وعدائية وتميل إلى العنف. لكن بينهما نجد في المنتصف بالظبط الإنسان، وهذا شيء غريب. طبعا أنا مش عارف أعلق. أهلا توني فيتو، ازيك يا حبيبي، مساء الفل. لأن أنا صراحة مستمتع، يعني أنا مستمتع جدا، مش لاقي حاجة أقولها، يعني ما عنديش حاجة. بالظبط كده، مع اختلاف التركيز بالبلازما بينهما. الله ينور يا بجنس يا حبيبي، يعني ما عنديش تعليق صراحة، يعني أنا مستمتع جدا باللي أنا بقراه لكم ده، من مقال اللي بيترجمه صديقنا عارف النهاردة. فبصراحة ما عنديش حاجة أقولها، ومش حاجة، في حاجة محتاجة شرح، يعني إحنا راجعين بالزمن كده واحدة واحدة عشان نثبت في الآخر إنه أي فعل أنت بتقوم بيه هو أكيد نتيجة حاجتين: الجينات اللي أنت ورثتها والبيئة اللي أنت عشت فيها. البيئة دي بتشمل كل شيء: الجو والهواء والمية والأكل والشرب والناس اللي اتعاملت معاهم والضغوط اللي انت تعرضت لها والسعادة والفرحة وكل شيء. عشان كده يمكن دايما انا بحب اضرب المثل ده: لو انت مثلا حد دلوقتي من الناس قرر في الشات ان هو يشتم، فدايما انا بقول انه اكيد لو كان اتعرض النهاردة الصبح لموقف سعيد، اللي مثلا كسب اللوتريك، اترقى في الشغل، جاله مولود كان مستنيه معاه من فترة طويلة، شاف حد عزيز عليه ما كان بقاله فترة ما شافوش، البنت اللي كان بيحبها قدر ان هو يعني يرتبط بيها، او العكس، يعني البنت لقت الانسان اللي كانت بتحلم بيه وارتبطت بيه. فده ما كانش هيخليه يفكر يخش هنا
ويشتمك والعكس، يعني لو كان بيمر بالعكس فأكيد يعني. خصوم اليمين وأصحاب اليمين ده إيه ده؟ لا مش عارف إيه، أنا مش عارف إيه علاقة ده. الحادثة اللي سينا كأنها كانت بالأمس، ده حقيقي. فنكمل. فبيقول: إذا أردت أن تفهم سلوك ما فعليك أن تأخذ في الاعتبار كل العوامل التي أثرت وتسببت فيك، لك أن تفهم ما حدث بين السنين التي سبقت هذا السلوك إلى ملايين السنين قبل ذلك. لذلك فهو أمر معقد جدا، وعليك أن تكون حريصا جدا قبل أن تخرج باستنتاج للسبب الذي أدى إلى هذا السلوك. بالنسبة لي فإن أهم عامل من هذه العوامل هو الذي يتأثر بالتغيير. كل المؤثرات البيولوجية التي ذكرتها قابلة للتغير بتغيير باختلاف الظروف. ده حقيقي، عشان كده قالوا إنك لو خدت قلم هندسة ذكي يا حبيبي، ذكي هندسة، ذكي يا حبيبي، ذكي فنان، ذكي جولد يا حبيبي. الحتة دي حلوة قوي، إنه لو إحنا خدنا أي إنسان، يعني الإنسان هو ابن بيئته ونتيجة، طبعا زي ما أنتوا عارفين نتيجة الظروف اللي هو عايش فيها، مش هتفرق شكله ولا لونه ولا عرقه ولا أي حاجة خالص، هتفرق البيئة. يعني خدت أبيض، أسود، هندي، أصفر، أحمر، أفريقي، أي حاجة، وربيتها في بيئة محترمة هيطلع إنسان محترم بنسبة كبيرة. والعكس، المشكلة كلها هتبقى في البيئة اللي اتربى فيها. عشان كده دايما الإنسان لما حتى بيكبر في السن وبيروح يقعد في يعني لو ما كانش مؤدلك طبعا لحد كبير، بيقعد في بيئات محترمة بينجح، رغم إن هو ممكن يكون جاي ممكن جاي من بيئة فاشلة. عشان كده المقال أعتقد النهاردة إن هو شيق جدا ورائع يعني. مثلا العوامل، ده كلام بقى المقال مرة تانية، مثلا العوامل الجغرافية والمناخية تتغير، حيث كانت الصحراء قبل آلاف السنين وحضر النائ في القرن السابع عشر كان أكثر الناس عدوانية في أوروبا هم أهل السويد، لكنهم الآن أكثر السكان سلمية ولم يدخلوا حرب منذ أكثر من 100 عام. العقول بتتغير، الوساطة العصبية تتغير وتنمو لتكون روابط وخبرات وذاكرة وعمليات مختلفة، ومنها تظهر لنا أمثلة رائعة لما يمكن للإنسان أن يتغير في يصبح عليه. عشان كده كنا بنقول امبارح في الان جي ار، ازيك يا حبيبي، نور الدنيا كلها. عشان كده كنا بنقول امبارح فكره انه ما تاخدش الانطباع الاول ده على الناس وخليه عندك دايما مستمر. يعني حاول دايما تتعامل مع الشخص على حسب الموقف اللي هو فيه دلوقتي، حل المواقف بتاعته لعله وعسى ممكن يكون متغير، لانه الانسان دايما معارض لفكره التغيير دي. تمام. ايه تاني؟ نجد مثلا رجل مثلا رجل اسمه جون نيوتن، وده كان مؤرخ تاريخي متخصص في الأديان، إنجليزي الجنسية، لعب دور مهم في إلغاء العبودية من إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر. لكن من الغريب أنه قد قضى وقت طويل من شبابه قائد سفينة عبيد، ثم تاجر عبيد، وأصبح غنيا، ثم تغير شيء ما، شيء يذكره في مذكراته الشعرية تحت عنوان الأميزنج جريس. برضو شخص تاني زي جيمس أبي الذي قاد سب الطيران الذي هاجم بيرل هاربر سنة 41، نجده في سن 50 في صورة تذكارية ويحتضن صديقه الأمريكي الذي نضج من نفس ذلك الهجوم في مودة شديدة بعد أن عاد في احتفالية إلى نفس الموقف، واعتذر عن ما فعله في ذلك اليوم لمجموعة من الأمريكان. ليس بالضرورة التغيير يحتاج إلى عقود، أحيانا يحتاج التغيير في مدة ساعات. مثلا في الحرب العالمية الأولى، يا جماعة المثال ده رائع، المثال بتاع الحرب العالمية الأولى ده رائع اللي هنقوله دلوقتي. في الحرب العالمية الأولى في رأس السنة سنة 1914 اتفق القوات على هدنة وجيزة ليتمكن الجنود من جمع جثث رفقائهم من أرض المعركة بين الخنادق من أرض المعركة بين الخنادق فقام الجنود بفعل ذلك، ثم ما لبثوا بأن وجدوا أنفسهم يساعدون بعضهم على فعل ذلك، ثم يساعدون بعضهم على حفر القبور في الأرض المثلجة، ثم ما لبس الجنود البريطانيون والألمان أن شرعوا في الصلاة مع بعضهم، ثم قضوا رأس السنة مع بعضهم بل وتبادلوا الهدايا، وفي اليوم التالي لعبوا مباراة لكرة القدم بين ألمانيا ضد إنجلترا في مباراة دولية لعبها جنود الخنادق المتحاربون خلال هدنة قصيرة سنة 14 في أرض المعركة. يعني اللي هنا كانت الإنسانية متجلية في أبهى صورها، في عز حرب كونية زي ما بيقولوا، وفعلا قتال شرس في أرض المعركة كان مجرد هدنة بس عشان نلم الجثث ونقدر إن احنا ندفنها.
اتحول الامر لاحتفال، وتحول الامر لتبادل الهدايا، وبعدين اقامه صلاه، وبعد كده لعبوا كوره مع بعض. متخيل ان هو نزعه الانسان ناحيه السلام كانت اكبر بكتير قوي من فكرته او ايمانه باهميه الحق. فدايما التغيير ممكن، زي ما قال من شويه في المقال، انه ممكن يحتاج ساعات، مش لازم يحتاج ملايين السنين. في حرب فيتنام حدثت مذبحة بشعة سميت بمذبحة قرية ملاي، حيث ذهبت مجموعة مدججة بالسلاح من الجنود الأمريكان إلى قرية غير مسلحة، وقتلوا ما يقرب من 500 مدني، واغتصبوا النساء والأطفال، وشوهوا الأجسام الميتة، حادثة أنكرتها الحكومة الأمريكية، وعندما اعترفت بها مكرها لم تفعل شيء يذكر لمعاقبة الجنود. هذه المذبحة التي وقفها رجل واحد اسمه هيوج تومسون، حيث كان يحلق بالهليكوبتر عندما رأى المذبحة، فهبط ونزل من المروحية ووجه مدفعه للجنود من زملائه، وقال لهم بمنتهى الحزم: إن لم تتوقفوا فورا سأجزئكم إلى قطع. إن هؤلاء القوم ليسوا متخلفين عن أي منا، نفس التركيب العصبي، نفس الموصلات والهرمونات، نفس البيولوجي، لكن إن هؤلاء الذين لا يدرسون تاريخ التغير المذهل في السلوك البشري، هؤلاء الذين لا يدرسون البيولوجي الذي يمكنهم أن يحولنا بين أسوأ وأفضل سلوك إنساني، لن يمكنهم أبدا فهم ولا تكرار مثل هذه الأفعال الرائعة في هذه اللحظات التاريخية المذهلة. كده انتهى من مقال اللي ترجمه صديقنا العارف عندما يتغلب الإصرار على الكراهية. رائع يا بنز. فمش عارف أقول إيه بصراحة، أنا استمتعت جدا أنا بقرا هذا المقال، وشايف إنه مش محتاج شرح خالص يعني. يعني شايف انه بيقول بكلمتين بس: الانسان ابن بيئته. و ما دايما احنا لازم يكون عندنا الامل في التغيير والايمان انه كل شيء هيتغير، او كل شيء قابل للتغيير، وانه ما فيش ثوابت في هذا الكون فيما يتعلق بالسلوك الانساني، وانه اختلف هذا السلوك على مدار التاريخ الانساني ما بين عنف شديد جدا الى رقي رائع في التعامل، وهو ده التطور اللي احنا بنتكلم عليه. ويمكن حبيت اقول في موضوع التطور ده انه الامر فيما يتعلق بالانسان مش لازم يكون التطور هو تطور بيولوجي، على قد ما ممكن يكون تطور في سلوكه الانساني نفسه. ممكن الانسان نفسه يتقال على نفسه ان هو طور من مهاراته، طور من قدراته على التعامل مع الآخرين. كل ده تطور، يعني الإنسان قادر إن هو يكتسب أشياء جديدة كل يوم، وبنسمي ده تطور. ودايما لما بنسمي تطور أعتقد بيقصد بيه في الغالب العام هو التغيير للأحسن. فمش عارف إحنا ليه برضو في ناس لحد النهاردة رافضة فكرة التطور البيولوجي للإنسان، رغم إن التطور السلوكي والتطور المهاري والتطور المعرفي والتطور الفكري والتطور العقلي بالنسبة للإنسان واضح جدا يعني للعمى. يعني زي ما بقول الجندي في الخندق هو منفذ الأمر المكرم اللي كنا حكينا بالظبط بالظبط، ده أكيد. الجندي ممكن يكون مكره نتيجة شحنه بكميات كبيرة من الخوف ونظرية المؤامرة ضد البلد وضد اللي ممكن يحصل لو هو تقاعس عن حماية بلده. لكن كتابه ماذا بالظبط كده بالظبط كده. احنا المشكلة ان الناس مش مصدقين انه كان ابن بيته، ما هي دي القصة، يعني الناس مش مصدقة ان الكلام كله كان ابن بيته. فده شيء رائع، يعني شيء رائع، مثال رائع برضه جورج بي. كنت عايز اقول ايه، نسيت الحته دي كانت مهمة. بنشوف برضه انه في بعض الشعوب لازالت تصر على ان هي تعيش في الماضي وتعيش في يعني بسلوك هو اقل ما يقال ان هو سلوك لا يتماشى مع عصرنا الحالي. وفي شعوب شديدة الرقي وشديدة التفاهم مع الاخر وشديدة قبول الاخر، والعكس صحيح. فمش عارف ليه احنا برضو لازلنا بنرفض التطور مع
ليه؟ مع الواضح قدامنا ما بين شعوب على قمة الهرم الإنساني وشعوب لا زالت تحاول اللحاق بركب الإنسانية. ده بيدل إن في ناس تطورت وفي ناس لسه عايزة تقف في مكانها وفي ناس لسه عايزة تنزل وتحفر وتعود إلى الماضي. لكن برضو هنرجع ونقول إنه هذه الشعوب هي منتج البيئة اللي هي عايشة فيه ومنتج الجينات اللي هي ورثتها. طيب أنا خلصت، فلو تحبوا تشاركوا أديني هحط الرابط وأحط لكم رابط المشاركة. لو تحبوا تشاركوا هنطلع فاصل ونقول لكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا قناة أبو شنب لمن استطاع إليه سبيلا تروجون به عدو الله وعدواكم، ورابط دعم القناة أسفل الفيديو. وبشكر كل الناس اللي بتدعم قناة أبو شنب يا جماعة. وطبعا زي ما انتم عارفين انه وجودكم معانا حتى على الشات هو دعم كبير جدا لي. فصل قصير، ولو لقينا محدش طالع معانا كده هنكتفي بهذا القدر من الحلقة. طيب انا ما عنديش حد طلع على الشات. طيب واضح ما فيش اسئله وما فيش اي تعليقات موجوده. انا بشكركم شكرا جزيلا مره تانية، ويعني بتمنى ان انتم تسمعوا الحلقه وتكتبوا لنا تعليقات. اهلا ستيوارت، ازيك حبيبي؟ وممكن نحاول نرد عليها في حلقات تانية يوم الاحد. شكرا لكم كلكم مره تانية، وكان معكم سام جونيور ومقالة صديقي العارف الإيبي جينيتكس. دمتم من نعم الخير، مع ألف مليون سلام. باي باي.